مقصورة المركب المقدس من حتب الأول من الكاسيلت دي، مقصورة من حتب الأول. أحد الملوك جم كان مكسرها وباني بيها أحد السروح في داخل المعبد. جم علماء الآثار اكتشفوا وقروا الحاجات ديت ورجعوها لأصلها تاني. عليها برضو تقدمات وما يدل على إن هو أنشأها للإله آمون كاستراحة للمراكب المقدسة من الكسالت. يعني ده زي الرخام. وعليها تقدمات وقرابين من حتب الأول مقصورة برضو إيه فيها الإيه العضو المنتصب ده، بيكرر كتير على الجانب الأيسر والجانب الأيمن، دليل على الخصوبة واستمرارية النماء. زي مياه النيل كده لما بتيجي تخصى بالأرض عشان تطلع الزرع. مقصورة من حتب الأول من الكسلت، يعني حجر أقرب إلى الرخام. منقوشة طبعا شكلها لطيف من فوق، عليها كورنيش من فوق. برضو المنظر المتكرر في كل حتة. هذا القضيب يعني الخصوبة والنماء والاستمرارية، تكراره يدل على ذلك. مثل ما المية بتأتي على الأرض الجرداء بتحييها بتخصبها، ودي مسألة رمزية وليس مسألة جنسية. من امام مقصوره من حتب الاول، احنا قلنا ان مقصوره من حتب الاول دي اصلا كانت متكسره، واحد الملوك كان واخدها تحتمس الثالث او ما بعديه واخدها وكان عاملها اساس لبعض السروح. جم العلماء الاثار اكتشفوا الحكايه ديت فكوها ورجعوها، بس هم مش متاكدين من مكانها هنا ولا مكان اخر. شكرا جزيلا للمتابعه.